السلام عليكم. الرحله ديالي في الدومين ديال الديكور والاثاث بدات هذه 10 سنين، المده اللي واجهت فيها بزاف ديال التحديات والصعوبات، ولكن هذا الشيء الحمد لله ما كانش عائق. من خلال الخدمه النقيه اللي كنديروها، كل حب وعطاء وفضل ليكيب المبدعه اللي خلات الناس يثقوا فينا وعطاونا دافع كبير باش نكونوا معكم، وتمكننا الحمد لله من تاسيس يوبيتيس اللي حققنا فيها بزاف ديال المتمنيات، ومازال الخير القدام ان شاء الله. اليوم بغيت نشارك معكم هذه القصه باش نحفزكم ونبين لكم بلي راه حتى شي حاجه ما كتجي بالسهل، خاصك تخدم وتضرب تماره وتنوض في الصباح وتوكل على الله، وما تنساوش بلي راه اليقين في الله والصبر والمثابره هي نبدا من المبادئ الاساسيه اللي يمكن توصلكم كاع داكشي اللي بغيتو. اي واحد شاف هذا الفيديو كنقول له شوف ما طيحش لاكارد وخليكم مستمر في الحياه، وان شاء الله ما يكون غير خير، والله يجيب التيسير للجميع. تبارك الله عليكم. عندما يراك الله وأنت تتعب وتجاهد وتنكسر وتقوم، يراك الله سبحانه كلما وقعت في معصية أو ذنب، حزنت في نفسك وانكسرت وذهبت إليه ورجوت منه سبحانه المغفرة والعافية. والله ما غتخسر شي حاجه من جيبك، غادي تهز غير صبعك تحط فوق القلب وتورك على ديك ابوني اللي لتحت، وغادي دي اجر، وفي نفس الوقت غتطلع محتوى زوين يشوفوه ناس اخرين. والله بدونك هذه الحياه فراغ، بدونك هذه الحياه فراغ، ووحدك من يستحق الحياه، فلطفك إني أتيتك قلبا مضيعا ويسأل حبل النجاة، سريت بروحي فيا سعد روحي وكان هواك بدوني أنا، على كل شيء رأيت وجودك حتى على بسمات الشفاء، وفي الماء لما أردت الشراب، وفي الزهر لما تنام شدا، وفي الشمس حين أضاءت جمالا، وفي البدر حين أنار دجى، وفي الروض حين تفتح ثغرا وماس النظير به والمياه، وغردت الطير تغريد حب وراحت تغني أغاني الحياة، رأيتك نورا مبينا أزاح الحجاب أنار طريق السرى، وفي الأفق حين تلاقى الغمام وجاد بهطل يروي الفلا، رأيتك في كل شيء جميل وكل عظيم زاها في علاه، تعاليت لا لن أرومك وصفا فأنت الكمال تعد مدى، أحبك والخوف يملأ قلبي فهل لجناني غدا مبتغى، وأرجف مثل الطيور إذا ما تبلل أريشها بالمياه، فمنك التدفو أنت الأمان وأنت الملاذ الذي لا سوى، لأجلك أحيا بهذا الوجود فوحدك من يستحق الحياة، لأجلك أحيا لأجلك أحيا فوحدك من يستحق الحياة، بدونك هذه الحياة فراغ، بدونك هذه الحياة فراغ، ووحدك من يستحق الحياة، فلطفك إني أتيتك قلبا مضيعا ويسأل حبل النجاة، سريت بروحي فيا سعد روحي وكان هواك بدوني أنا، على كل شيء رأيت وجودك حتى على بسمات الشفا، وفي الماء لما أردت الشراب، وفي الزهر لما تنام شدا، وفي الشمس حين أضاءت جمالا، وفي البدر حين أنار دجا، وفي الروض حين تفتح ثغرا وماس النظير به والمياه، وغردت الطير تغريد حب وراحت تغني أغاني الحياة، رأيتك نورا مبينا أزاح الحجاب أنار طريق السرى، وفي الأفق حين تلاقى الغمام وجاد بهطل يروي الفلا،
رأيتك في كل شيء جميل وكل عظيم زاها في علاه. تعاليت لا لن أرومك وصفا فأنت الكمال تعد مدى. أحبك والخوف يملأ قلبي فهل لجنان غدا مبتغى. وأرجف مثل الطيور إذا ما تبلل أريشها بالمياه. فمنك التدفو أنت الأمان وأنت الملاذ الذي لا سوى لأجلك. نداء منا إلينا يجوب خواطرنا. إن أحسنا أرحنا عتاب ضمائرنا. ألسنا أحق بقلب سعيد أما أنا للروح أن تستعيد عهدا جديد. فما السير في الخير إلا اختيار وما الخوض في الشر إلا خيار. إليك القرار لن يغير حالنا إن لم نغير أنفسنا. هي سنة في كوننا والله قدرها. كن أنت أول من يقيم في نفسه عيشا قويم. تهدى الصراط المستقيم بادر وغيرها. ستمضي قريبا بأمر القدر وتغدر فاتا ويبقى الأثر. فلا تنتظر من الآن كن ما تريد لغد وحسن وغير إلى أقصى حد. هلم بجد يا ربنا اهدنا الصراط المستقيم. فلا تنتظر من الآن كن ما تريد لغد وحسن وغير إلى أقصى. السلام عليكم ومرحبا بكم عند شركة تويكو ديكور. كنرحبوا بالجميع. شركة تويكو ديكور متخصصة بتجهيز الشقق والفيلات والمنازل بأحدث تجهيزات وأفضل وأجود أنواع ديال المفروشات. بغينا نقول لكم يوما بلي قافلة تويكو ديكور ستحط الرحال إن شاء الله بإذن الله في كل من المدن الآتية: العرائش، الرباط، دار البيضاء، خريبكا، بني ملال، قبن صالح، مراكش، أكادير والنواحي. فما عليكم غير تواصلوا معنا على الرقم أسفل الفيديو. غادي تستفدوا من فريق عمل متكامل ذو خبرة عالية لسنوات. فشكرا بزاف ونهاركم بروك.